باقون في تحالفنا الحكومي بكل مكوناته، هذا ما أعلنه رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط إثر اللقاء الموسع الذي دعا إليه رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان على خلفية حادث الشويفات الأخير. نحن بهذا التحالف العريض مع حكومة الميثاقي اللي فيها أمير طلال واللي فيها حزب الله واللي فيها حركة أمل واللي فيها رئيس سليمان واللي فيها الوطن الحر واللي فيها حركة أمل باقين بهذا التحالف العريض. ولم ينكر جنبلاط الخلاف الحكومي بشأن أكثر من ملف. نعم في خلاف حول موضوع نظام السود صحيح، لكن بهمنا وبهم أمير طلال والسيد حسن نصر الله وكل بهمنا سوريا كسوريا، بهمنا سوريا أن تبقى سالمي موحدة، أبعاد شبح الحرب الأهلية عن سوريا وسوريا ديمقراطية تعددية. هاي وجهة نظر، هاي وجهة نظر، لأنه أمننا مرتبط بأمن سوريا وأمن سوريا مرتبط بأمننا. في ناس بيعتبروا هالمحكمة محكمة إسرائيلية أمريكية إلى آخره، وفي ناس بيعتبروها طريق للعدالة. هلا هاي بتاخذ وقت، بدها بعد يمكن عشرات السنين تتوصل، بس بالآخر لقينا الفتوى. والشكر كل الشكر للرئيس بري حليفنا بهالحكومة، نفذوا طائف شيكي وقتها واتفقنا آنذاك إلى أن تبقى إلى أن تتحرر كل الأراضي اللبنانية. في سلاح اسمه سلاح مقاومي سيبقى مع المقاومة. أما أرسلان فشدد على علاقته الوثيقة بسوريا. بالنسبة لسوريا صداقتي الشخصية اللي بتربطني مع بيت الأسد مش جديدة أحدا، عم بعلن على السطح وأنا مش مستحي فيها يعني. وتحدث أرسلان عن الاختلاف لا الخلاف بين مكونات الحكومة الواحدة.